مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم راح يكون مع اخواتي، راح اسالهم بعض الاسئله واعرف مين فيهم بتعرفني اكثر من الثانيه خلال هذه الاسئله اللي بحطها لهم. فاذا كان هذه المره اول مره بتشوفوني فيها، لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا الجرس الصغير علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. ولا تنسوا كمان تعملوا لهذا الفيديو لايك كثير. وبس يلا نبدا. ايش اكثر شيء عندي منه فوبيا؟ حيوانات. صح. ايش نوع من الحيوانات؟ قطة، كلب، فار. حيوانات. صح صح صح، عندي فوبيا من الحيوانات كامل، حشرات، حيوانات، فوبيا ما اقدر ابدا. وعندي شغلة ثانية كمان انا بخاف منها كثير. يلا 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 بعد للعشرة. واحد من ضمن الحشرات؟ لا، ما انا قلت لك خلاص الحشرات والحيوانات كامل. أوكي. عندي فوبيا منهم، بس في شيء عندي فوبيا ثاني. من الكاميرا؟ على مية. من الكاميرا عندي فوبيا؟ لا، ما عندي فوبيا من الكاميرا، عندي فوبيا من شيء هم بيعرفوه بس ان هم ناسينه. يلا خلاص ما عرفته. لا انت ولا هي. فوبيا من الرعد، لما يجي مطر تجي رعد. فالرعود عندي فوبيا من الرعد. بدأت انه اسمع الرعد واطنش كذا، انه عمل حالي قوية كذا، وانا من داخلي بموت رعب، بسكر اذاني اول ما يجي رعد. ما هو مشروبي المفضل؟ بيبسي. صح. اخيرا جبت حاجة سريعة. ايش اكثر نوع من الحلويات بحبه؟ اللي ما فيه فانيليا. مش لا لا لا، نوع من الحلويات يعني، هو حلا بس انا بحب هذا النوع من الحلا. يلا يلبي. ايش اسمه البسكوت اللي يجي بالمحلات؟ ايش طبقات هذا اسمه؟ ايش التورته؟ ابعدي منها، ما احبها كثير غيره. نوع من الحلويات يو سكري. صح. ايش بحب اكثر، الاشياء المال، الاكل المالح او الاكل الحلو؟ مالح. صح. تعجبني اسئلة على طول. ايش اكثر فصل من فصول السنة كذا انا بحبه؟ الصيف، الشتاء، الخريف، ربيع. لا كلهم. ربيع 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 ربيع. الشتاء. صح. ايش اكثر مادة كنت اكرهها ايام الثانوية؟ فيزياء. فيزياء. الرياضيات هبلع بس الفيزياء لا. ما اطيقها. اصعب شيء في الحياة. ايش اكثر شيء اكرهه بالاكل؟ زيادة الملح او زيادة السكر؟ لا، ما له دخل بالزيادة. حيل. حاجة حاجة بكرهها. شوكولاتة؟ لا، ما دخلت لك. اشمر؟ لا بحبه. شيء بكرهه بالاكل؟ صان. الثوم. البصل. صح، البصل. غشاشة. طب ايش ممنوع الغش؟ ايوه. ما تغششها. ايه جلسي جنبها. انا مسكينه ما حشوفي. ماما جالسه تغششها، تغشش ايرم. ايه بس اسي انت تعرفيني اكثر. انا بعد افتكر مقاس رجلي 39 40 41 ريش رجل فيل. انت 40 41 لا مو 40 41 39 مقاس رجلي. ايوه الدائم يعني دائم 40 واحد 40 انا 30. لا حد رجلك مو رجلك. 38 37. لا 38. صح. ايش اكثر نوع من الفواكه بحبه؟ التفاح. ايش اللون اللي دائما انا بحب البسه؟ احمر. بنفسجي. صح، احمر. لما بجهز علشان اطلع كم محتاجة دقيقة علشان ألبس فيها؟ ساعة. إذا أنا مستعجلة. ربع ساعة. إذا أنا مستعجلة. نص ساعة. ساعة. لا. نص ساعة ساعة. ما تقوليش 10 دقائق. أيوة والله 10 دقائق. احسبيها. 10. ها ماما.
قالت لي كده ها يعني ايوه هذه معاك يعني. اذا في بنت خلصت بعشر دقائق بدخلها مسافر اخر لا 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 جد 10 دقائق خلاص احسبي لي بعد شويه. بحب الشاورما ولا الفلافل؟ فلافل والله انا نحب الشاورما الاثنين. مين اكثر برجحه اكثر وبحبه اكثر، النسكافيه او الشاي؟ النسكافيه صح. في عندي سؤال خطير خطير لازم اعرف مين فيكم بتعرفني اكثر. كم عدد اصابعي اصابع ايدي؟ 20 35. احب انزل الشارع سياره ولا بدون سياره؟ سياره صح. ما يكون معايا عمل الصباح الساعة كم بحب أقوم؟ سبعة ستة أربعة خمس لا 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 أوفر كده أوفر لا لا يا صح ستة ستة وسبعة كده صح. تعرفيني أي نوع من الأكل بحب دائما إني أسويه؟ معجنات 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 معجنات. ايش اكثر نوع من الافلام بحبه او بفضله؟ رومانسي. اوكي بس ايش النوع؟ اجنبي صح. مو حتى دائما الرومانسي، بحب الرومانسي وبحب كمان الافلام فيها اكشن كذا مضرب زي الهنود، بحب الهندي كمان نسيتي. ايش بفضل اكثر نوع من الاغاني؟ العراقي صح. بحب الاغاني العراقيه. بحب الهندي ولا التركي؟ التركي. صح. حسين اكثر نوع من الكتب بحب اني اقرا؟ الغموض الغامض يعني لا نوع من الكتب يعني قصص واقعية روايات روايات واقعية صح. لا بس قصص واقعية مش اي شيء واقعي بحبه سواء كان افلام واقعية او روايات واقعية. فيلم واقعي تحب الحزن نهاية واقع يعني نهاية حزن. بفضل بحب الشعر الطويل ولا الشعر القصير؟ طويل صح. طيب شفتوا انت مين تعرفني اكثر، ايرم او اسيل؟ هنا طبعا ايرم، هنا لا سوري هنا اسيل، هنا ايرم. مين فيهم بتعرفني اكثر؟ انا بشوف ان اسيل بتعرفني اكثر من ايرم. وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو كان خفيف ظريف على قلوبكم، وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.